اهلا وسهلا بيكم ابنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، معاكم ميس عبير عباس. بنكمل مع بعض من منصه الاسكوله منهج الصف الثالث الابتدائي في الفصل الاخير. للاسف احنا كنا مستنيين الاستاذ وسيم عشان نشرح مع بعض، لكن وسيم الظاهر لسه نايم وصحى من النوم متاخر، فاحنا هنبدا الشرح لوحدنا ومعاه. بقول هنا ايه درس العلاقة بين عمليتي الجمع والطرح وكمان الصد ده. الصد ده مش عارفه انا اللي جيت ازاي. تعالى 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 اقعد كده وركز. على فكرة انا هزعل منك. صوصو ايه احنا نكمل الاغنية بقى. اغنية؟ طيب ممكن نكمل شرح الدرس؟ ماشي وممكن تركز معايا؟ حاضر. وما عادش تيجي متاخر؟ ماشي. ولازم نصحى بدري؟ ماشي حبايبي. اما نصحى بدري هنقدر. قالت لي كده برضه. ماما قالت لك كده؟ نوجا. طب ما تسمعش كلام نوجا ليه؟ ما بحبهاش. لا انا بحبك وانت بتحبني، ما تقولش كده. حدش يسمع كلام ده، بيهزر وبيشاكس في نوجا، بس هو بيحب نوجا. خلاص ركز بقى معايا. النهارده ناخد درس جديد، ومش جديد قوي يعني، بقت الرياضه جميله كده بتكمل بعض. اسمه ايه يا حلوين؟ العلاقه بين عمليتي الجمع ايه والطرح. علاقه طرفين. وسيم ايه؟ هزعل منك. علاقه طرفين بس يا وسيم، بس هي علاقه طرفين. محدش يسمع كلامه. انا مش عارف يعني ايه طرفين. انت بتقول وخلاص. انت بتقول من اخوك الكبير صح؟ اه. لا وسيم، جدو اخوك الكبير. لا مش اخويا الكبير. وسيم حبيبي. ايوه. عشان بس اصدقائنا واللي قاعدين يذاكروا هيقعدوا يتفرجوا على وسيم وهيقولوا وسيم بيغلط ويزعلوا منه. لا خلاص. ايوه هما بيحبوا وسيم عشان هو شاطر. خلاص. هو شاي بس برضو ايه؟ شاطر. بص بقى يا جميل، اوجد ناتج ما يلي. اول مساله هي وسيم، دي كام يا حبيب قلبي؟ تمام. زائد كام؟ 65. دي سهلة صح؟ كام يا حبيبي؟ 465. برافو عليك، بنزل 5 6 4 465. طب بص انا هغير لك الاماكن اهو. كتبت هنا كام الاول؟ 65 و400. يبقى كام؟ نفس الناتج اللي هو 465. حلو قوي، 465. طب افرض واحد زميلك قال انا مش عارف اجمع كده، هو ذكي وعنده تنميه مهارات عقليه، صعبه ولا سهله؟ سهله. هيجمع عادي. 5 زائد 0 5، 6 زائد 0 6، والاربعه تنزل، صح يا استاذي؟ صح. طب هنا بقى انت ملاحظ ايه؟ بنستندك ان الجمع عمليه ايه؟ الداليه. برافو عليك يا وسيم، لان انا ما بدلت مكان الارقام ما حصلش حاجه، جمعت عادي صح؟ صح. طب تعالى ناخد حاجه تانيه. 465 ناقص 400 كام يا وسيم؟ 65. برافو عليك وسيم ذكي. طب واحد مثلا ما خدش باله، هقول ايه؟ 5 ناقص 0 5 ناقص 0 ها؟ برافو. 4 ناقص 4 هتزعل وهتمشي. مع السلامة. يبقى الإجابة كام؟ يبقى الإجابة 65. بص بقى يا وسيم يا حلو، لو أنا قلت لك 400 ناقص 465 ها؟ ما ينفعش. برافو عليك، قال لي ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عمري أبدا ما ينفع أطرح 465 ناقص 400، ما ينفعش أطرح الكبير من الصغير، ما يصحش. وسيم تعالى. طب بص هقول لك على حاجه، تعالى افترض كده ان انت معاك 5 جنيه. معاك كام؟ انا ايه؟ 6 كيلو. وسيم ركز معايا، انت معاك كام يا حبيبي؟ معاك كام؟ 5 جنيه مثلا. وانا عايزه منك 10 جنيه. ايوه مش هتدي. اقول لك هات لي 10 جنيه. معلش. طب هات لي 10 جنيه. معلش اعمل ايه؟ يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما ينفعش. طب تقدر تستنتج هنا حاجة مهمة قوي قوي قوي، إن الطرح عملية مالها؟ عملية غير إبدالية. برافو عليك، ليست إبدالية.
الأستاذ وسيم قال لي غير إبدالية، صح ولا غلط؟ صح، الكلمتين صح. طب أنت ملاحظ إيه العلاقة؟ كده ليه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعاتبك؟ لا. طب بص بقى، بص بقى، تعرف عشان أنا كنت مركزة وكنت مفكرك مركز، ركز معايا هنا، ما تعملش حركات من دي تاني، يا شايب يا شايب. بص لي بقى، إيه بقى اللي أنت، طيب إيه اللي أنت بقى ملاحظه بين الجمع والطرح إنهم عمليتان إيه؟ ضد بعض. ضد بعض يعني عكسيتين. برافو عليك، يعني انا ملاحظ ان عمليه الجمع والطرح عمليتان عكسيتان، تمام؟ يعني بمعنى تاني ان الجمع عكس الطرح. برافو عليك. طب انا هديك سؤال كمان عشان نفهم اكتر، حلو؟ مثلا انا عارفه ان 100 زائد 200 كام؟ 300. طب بص بقى، لو جيت قلت لك يا جميل 300 ناقص 100 يديك ايه؟ يديني 200. شاطر، برافو عليك. طب سؤال كمان، 300 ناقص 200 يبقى كام؟ برافو عليك. يبقى عكس بعض ولا مش عكس بعض؟ عكس بعض. فهمت حاجه؟ طب تعالى بقى ندخل على الاستراتيجيات. مالك؟ بص بقى، هدخل النهارده اديك حاجه جديده اسمها استراتيجيات ايه؟ الطرح. واحنا اتفقنا ان مفيش حاجه جديده خالص، كل حاجه بتكمل بعض. مالك؟ ايه؟ انت النحلي مالك يا وسيم؟ ما تزعلش، ما تزعلش، ما تزعلش، ما تزعلش، هنفهم. لا لا لا، هنفهم مع بعض حبايبي، ما تزعلش يا وسيم، ماشي؟ ركز بس معايا، والله دي حاجة جميلة هتعجبك خالص. استراتيجيات الطرح، ماشي؟ أول حاجة مخطط القيمة المكانية، فاكره ده جميل أنت بتحبه. أيوه 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 عارفه. طب بص بقى، بس أنا كبرت لك المسألة، ماشي؟ 2350 ناقص 1225، هروح عامله المخطط بتاعي اللي فيه ايه يا جميل؟ احاد، عشرات، عشرات ومئات والاف. حلو قوي، هناخد الرقم الاولاني ده هنعمله على المخطط. اول حاجه في خانه الاحاد كام؟ صفر. انا اعمل حاجه؟ لا اسيبها فاضيه. طب وخانه العشرات كام؟ خمسه. فاكرين خانه العشرات؟ شكلها ايه يا وسيم؟ طويلة. اهو ادي الخمسة، تمام؟ تمام. طب خانة المئات؟ مربع كده اهو. طيب مربع. تعرف انت؟ انا هحرمك من المصروف مدة شهر. لا لا عايز مصروف. طب ركز بقى، مصروف. ماشي؟ في المئات هحط كام؟ هحط ها؟ هحط ثلاثة. على صوتك شوية. ثلاثة اهم. طب وخانة الالافات؟ اتنين اهو. عايزه اطرح، عايزه اطرح. اطرح يعني اعزف، يعني ايه؟ واحده واحده بس، ماشي. يعني ايه اعزف؟ طيب ادي المخطط بتاعي اللي فيه الاحاد والعشرات والمئات والالف، تمام؟ تمام. عايز احذف كم واحده؟ خمسه في الاحاد. طب انا عندي هنا الاحاد حاجه فاضيه، فاضيه. اروح لخانه العشرات اخد منها الواحد الطويل ده، شايفه؟ اخده افكه في الاحاد، افكه لكم واحده؟ علي صوتك عشان اصدقائنا. بس هو كده مش عايز، مش هيزعل؟ لا لا، هو لازم يتفك عادي عشان نطرح. خليك معايا، واحد اتنين تلاتة اربعة، معايا استاذ وسيم، خمسة ستة سبعة، ركز انا شايفاك، تمانية تسعة عشرة، ركز معايا. يبقى انا خدت واحدة وفكتها، صح؟ صح. وسيم انا هطرح من الاحد كام؟ خمسة. يعني احذف خمسة. خمسة. طيب ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى اتبقى لي كم يا عسل؟ بقى لي كمان خمسة اهم، حطيتهم في الاحد. حلو؟ حلو. تعالى في خانة العشرات هطرح منها كام؟ هطرح منها اربعة. خانة جبت اربعة دي منين؟ كده كده هطرح منها اتنين. اتنين وسيم انا خلاص خلاص اتنين. أيوة اتنين، ادي قدامي هي في خانة العشرات اربعة، صح؟ احذف كام يا وسيم؟ اتنين. اديني حذفت اتنين، يتبقى لي اهم، حطيتهم قدامي. طب يلا خانة المئات هحذف كام؟ هحذف 200. يعني كام؟ اتنين اهم. ادي واحدة وادي التانية حذفتها، يبقى اتبقى لي يبقى لي واحدة. برافو عليك. خانة الالفات هحذف كام؟ واحد.
هحذف واحدة اهو، يتبقى كام يا وسيم؟ حلو قوي، تعالى نكتب بقى الرقم، الأحد يبقى كام؟ يبقى خمسة. والعشرات؟ اتنين. والمئات؟ واحدة. والآلاف؟ واحدة. عايزة أقراه، يلا يا وسيم. يلا؟ أقراهولي. 1125. علي صوتك، علي صوتك. 1125. برافو عليك يا وسيم، قال لي 1125، بس وسيم بيقول لي أنا مش متأكد. طب إحنا عايزين نتأكد، هل بسهولة نتأكد؟ هاخد الناتج اللي انا جبته ده، تمام، هعمل فيه ايه؟ هجمعه على اللي مطروح منه اللي هو التاني، صح؟ لو طلع الاول يبقى اجابتي ايه؟ صح. طب تعالى نشوف اهو، 1225 اللي هو ده، صح؟ زائد 1125، تمام؟ صح. انت شاطر. يلا اجمع معايا، 5 و5 10، ودي سهله جدا اللي هي مضاعفة العدد. نطلع ما اسمهاش نطلع، اسمها إعادة تجميع الواحد. إعادة تجميع الواحد. يلا حبيبي، عايزة أجمع. واحد واتنين خمسة. برافو عليك، لأن واحد واتنين واتنين خمسة. خمسة. تمام. اتنين واتنين واتنين. اتنين واتنين واتنين. في إيه؟ أنت بتغني؟ إيه ده؟ أنا مركزة معاك بس بكمل المسألة، تصدق أنت شرير. طيب. أنت فرحان أنت شرير؟ طب يلا خدي المئات هنا كام؟ هنا 200. لا 2، خليكي معايا معلش يا وسيم، 2 و1. كام يا وسيم؟ 1. برافو. يبقى 3. 2 و1 كام؟ 3. لا لا انا هزعق، تسمعني تاني؟ 3. ايوه كده، مين خانة الالفات كام؟ 1 و1 يبقى 200. يبقى 2. 2 ب 2000 يعني. ماشي ما تزعقش، انا عايزه بس اجمع بس. طب اقراهولي يا وسيم يلا. 1350. لو انت لاحظت هنا مش هتلاقي هو العدد الاصلي؟ يبقى استراتيجيه مخطط القيمه المكانيه حلو ولا وحش؟ حلو. فهمتها؟ بس انت شقي. لا مش جايز، انت شقي، وعايزاك تقعد قدامي ما تعملش اي حاجه لغايه ما اكمل بقيه الاستراتيجيه. عشان كمان اصدقائنا ما يقعدوش بقى يتلبخوا في الدوشه اللي انت بتعملها والحركات وكده، لازم نركز مع بعض حبايبي ونكمل شرح بقيه الدرس. شايفه؟ نعم. شايفه؟ نعم. شايفه؟ يلا يلا ما تروحش بعيد، محدش يروح بعيد، هنكمل بقيه الشرح. اما اقول 572 ناقص 351، احنا عرفنا خط الاعداد، باخد الرقم الثاني وابدا افكه، الواحد في الاحاد بواحد، الخمسه في العشرات 50، 3 في المئات ب 300. طب يعني لسه هستخدم خط الاعداد اهو، وهكتب الرقم الاولاني 572 هطرح بالاول الواحد، انقص الواحد يعني انقص الخانه الاولى، الاثنين هنقصها واحد، تبقى كام؟ تبقى 571 اهو. بعد كده هنقص خانه العشرات 5 ناقص 50، يعني خانه العشرات دي هنقص منها 5. جميل، تبقى كام؟ تبقى 2 يا مس، تبقى كام؟ 521. جميل قوي، وصلنا لخانة المئات هنقصها 300، خانة المئات الخمسة دي هنقص منها 3 تبقى 2، يبقى الإجابة 221، يبقى دي الإجابة. طب أنا عايزة أتأكد. أتأكد إزاي؟ هاخد الناتج اللي أنا جبته ده هجمعه على إيه؟ على التاني اللي هو اللي أنا مقسمها، يعني 221 زائد 351. عندي كذا طريقة للتأكد، لإما بإعادة التجميع، لإما بالتحليل، لإما عندك طرق كتيرة. تعال هنا إعادة التجميع، 1 و1، 2 2 و5، 7 2 و3، 5. الله يا مس، ده هو ده الرقم الأولاني الكبير، صح. طب بالطريقة التانية اللي اسمها التحليل، هحلل العدد الأولاني، 1 في الأحاد 1، 2 في العشرات 20، 2 في المئات 2. طيب 351 1 بـ1، 5 في العشرات 50، 3 في المئات 300. طب يلا
واحد وواحد كام؟ اتنين. جميل. زائد ادي الصفر اتنين وخمسة سبعة، زائد ادي الصفرين وادي الخمسة، بقت جميلة قوي. اتنين في الاحاد، سبعة في العشرات، خمسة في المئات. مس كل الطرق واحد، قاعدة بتقولي لي كتير ليه؟ ما تزهقش. تاني، الصف التالت بنمي الذكاء العقلي، بديك طرق كتيرة جدا تستخدم كل حاجة بتحبها عشان انمي الذكاء، عشان لما نيجي رابعة وخمسة وستة تبقى انت ما شاء الله توصل لثانوية العامة تلاقي نفسك ذكي وتقدر تحل مع النظام الجديد. تمام يا حبايبي؟ طب تعالى نكمل، لكن حضرتك لك الحرية في اختيار الطريقة، بس انا بعرض عليك كل الطرق. استراتيجية الطرح بإعادة التسمية، طب تعالى نفهم ما اقول لك اقراها. 5548 ناقص 3395. ازاي امس إعادة التسمية؟ اهو انا عملت الجدول بتاعي اللي فيه احاد، عشرات، مئات، الاف. الاحاد 8، عشرات 4، المئات 5، احاد الالاف 5. عايز اطرح كام؟ الأحد خمسة، العشرات تسعة، المئات تلاتة، تلاتة. تعال نطرح معايا حبايبي، 8 ناقص 5 سهلة جدا، تلاتة. طب ولد يقول لي كان في أولاد كده شاطرة بس شكسة شوية مش عارف. حبيبي 8 خد منهم 5 أهو، الباقي إيه؟ تلاتة. طيب 4 ناقص 9 ينفع 4 اخد منهم 9؟ لا طبعا، لان الاربعة صغيرة والتسعة اكبر منها، فهعمل ايه؟ هعمل اعادة تسمية. يعني ايه اعادة تسمية؟ يعني هاخد 1% من الخمسة تبقى 4. طب المئات دي فيها كم؟ 10، 10 عشرات، العشرة تروح للاربعة تبقى 14. 14 ناقص 9 5. كذا طريقة خدتها الاستراتيجيات القديمة، ان انا اكمل التسعة عشر يبقى واحد واربعة خمسة، او حتى عدي بعد ايدي بعد التسعة عشر، احداشر، اتناشر، تلتاشر، اربعتاشر يبقوا خمسة. اربعة ناقص تلاتة واحد، خمسة ناقص تلاتة اتنين، يبقى الرقم كام؟ 2153. تمام؟ عايزة اتأكد. هتأكد ازاي؟ بص يا حبايبي، انا لو جمعت الاتنين دول على بعض واداني نفس الاولاني يبقى اجابتي صح. طب تعالى نجرب، يعني انا هجمع كام؟ هجمع 3395 زائد 2153. يلا 5 و 3 8 9 و 5 14. 14 ازاي يا مس؟ هقولت لك لكذا طريقة. 4 واعيد التجميع، تكوين العدد 10، يعني فك الخمسة 4 1 9 1 10 14. فكرة طريقة جميلة جدا. عد التجميع 1 و 3 4، 4 و 1 5. تمام. 3 و 2 5. الله يا مس، ما هو نفس الناتج. اه فعلا، يبقى اجابتك ايه؟ تمام. ناخد حاجة بقى، مسائل كلامية. خلي بالك انا جايبه لك المسائل الكلاميه من كتاب المدرسه عشان خاطري ما نهملش كتاب المدرسه، نبص على المسائل بتاعته. مهمه جدا حبايبي. يربي السيد محمود دجاجا. تمام. في واحد يقول لي ايه ده، هو مكتوب كده بس عشان الاستاذ محمود ده راجل كبير محترم فبنقول له السيد محمود دجاجا. وخلال العامين السابقين وضع دجاج مزرعته اللي هما كانوا كام؟ 5350 بيضه، منها 2120 بيضة في العام الماضي، فما عدد البيض في العام قبل الماضي؟ في واحد يقول لي كلامك بايخ يا مس. أنا أسفة والله مش كلامي، أنا جايبها لك من كتاب المدرسة ولازم تتدرب على كذا أسلوب بنكتب به، سواء كتاب خارجي أو كتاب مدرسة. يبقى أنا تعالى أفهم بقى، أنا عندي السيد محمود عنده مزرعة بيض، حوش البيض بتاع السنتين اللي هما كانوا كام؟ 5350 بيضة. بس افتكر ان كان عنده السنة اللي فاتت ايه؟ 2120 بيضة، فما عدد البيض قبل الايه؟ الماضي. يعني انا عايزة اجيب السنة اللي قبلها. يبقى اجمع ولا اطرح؟ لا طبعا اطرح، خلاص. جميل. يبقى انا عندي كام؟ 5000
350 ناقص 2120. أبدأ أطرح، عندي كذا طريقة بس أنا بحب أعاد التسمية. صفر ناقص صفر هو الصفر، خمسة ناقص اتنين تلاتة، تلاتة ناقص واحد اتنين، خمسة ناقص اتنين تلاتة، يبقى الإجابة 3230. أسكت؟ لأ، بيضة. إياك حد ينسى التمييز، أزعل منه جدا. مسألة كلامية أخرى بقول إيه؟ تدخر عائلة أمير المال لشراء تلفزيون جديد بسعر 4590 جنيه، وقد ادخرت العائلة 2410 جنيه حتى الآن، فما المبلغ الإضافي الذي يحتاجونه حتى يصبح بإمكانهم شراء التلفزيون؟ تعالى نفهمها، لازم أفهم عشان أقدر أحدد جمع أو طرح. التلفزيون ده الجميل ده مكتوب عليه كام؟ مكتوب 4590 جنيه. الأسرة دي قعدت تدخر يعني تحوش فلوس، بقى معها كام؟ 2410 جنيه. يا ترى ايه المبلغ اللي ممكن تضيفه؟ يعني اطرح، اعمل ايه؟ اطرح ده ناقص ده. جميل جدا، يبقى انا دلوقتي المبلغ الاضافي الذي يحتاجونه الاسرة هطرح 4590 ناقص 2410. تمام يلا حبايبي، صفر ناقص صفر هو الصفر، تسعة ناقص واحد تمانية، خمسة ناقص أربعة واحد، أربعة ناقص اتنين اتنين. التمييز جنيها. تمام، ناخد مسألة كلامية أخرى بقول هنا إيه؟ يدفع سمير 3400 جنيه إيجار للمنزل شهرياً بالإضافة إلى 750 جنيها تكلفة استخدام الغاز والكهرباء في الشقة. تعالى افهم، سمير مؤجر الشقة اللذيذة اللي قدامي دي، بيدفع الإيجار كام؟ 3400 جنيه. طيب عندي بيستهلك إيه؟ بيستهلك غاز وكهرباء. بيستهلكهم بكام؟ الغاز والكهرباء بيستهلكهم ب 750 جنيه. فما المبلغ الكلي؟ دي واضحة اما اقول المبلغ الكلي، يعني اجمع، هجمع الايجار وكمان استخدامه من الغاز والكهرباء، يعني كم يا جميل؟ كم؟ 3400 زائد 750، وابدا اجمع. صفر وصفر هو الصفر، صفر وخمسة هي الخمسة، أربعة وسبعة 11، واحد، وأعيد تجميع الواحد، واحد وتلاتة أربعة، يبقى 4150 جنيها. معايا يا جميل؟ ناخد آخر مسألة كلامية والمرة دي هديها لك مركبة. يعني ايه مركبة؟ يعني خطوتين. اقرأ معايا كده، مكتبة تتسع لعدد 2475. حبايبي انتم ملاحظين اني ما بلاقي رقم، بخطط تحته كذا خط عشان اخلي بالي. كتابة منها 137 كتاب مفقود، يعني تالف مفقود مش لاقياه، 137، وتم استعارة 525 كتاب. فما عدد الكتب الموجودة في المكتبة؟ تعال نفهم. ادي مكتبة جميلة، دي ايه؟ مكتبة جميلة جدا اهي. المكتبة الكتب كلها كام؟ 2475. طب يا مكتبة يا حلوة، مين اللي ضاع منك او مفقود او تالف؟ 137. ومين كمان اللي تم استعارته؟ 525. يبقى دول برا المكتبة، دول خارج الايه؟ المكتبة. يبقى انا الاول هجيب ايه؟ عدد الكتب المفقودة او اللي غير موجودة بالمكتبة اهي. يبقى عدد الكتب المفقودة والتي تم استعارتها كان 137 زائد 525. يلا نجمع، سبعة
وخمسة، اتناشر، اتنين، واعيد تجميع الواحد، واحد وتلاتة، اربعة، اربعة واتنين، اربعة واتنين، ستة، واحد وخمسة برضو ستة، يبقى ستمية اتنين وستين. ايه يا عسل؟ كتاب، كتابا. تمام. طب يا ترى ايه الكتب بقى الموجودة في المكتبة الان؟ ما دول اللي مش موجودين، اللي فقدت ولا تم استعارتها. اللي موجود الان هطرح الايه؟ الفين ربعمية خمسة وسبعين ناقص ستمية اتنين وستين. خمسة ناقص اتنين تلاتة، سبعة ناقص ستة واحد، أربعة ناقص ستة. ما ينفعش أعيد تسمية الاتنين بواحد وتديها عشرة هنا تبقى أربعتاشر. أربعتاشر ناقص ستة تمانية، والواحد ينزل يبقى موجود في المكتبة 1813 كتاب. كده حبايبي يبقى الدرس النهاردة خدنا فيه العلاقة بين الجمع والطرح، وقلنا إنها علاقة عكسية، وخدنا كمان استراتيجيات الطرح، ورجعنا خدنا مسائل كلامية سواء في عملية الجمع والطرح أو حتى كلاهما. أتمنى إن احنا نكون فهمنا الدرس كويس، ونقدر نتابع كل الفيديوهات الجديدة ونعمل شير كتير عشان يوصل المعلومات لأكبر عدد من التلاميذ. وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم والأخير من الترم الأول يا حبايبي يا سنة تالتة.